السلام عليكم، معاكم بدر من جيم تك، واليوم بنسوي مقارنة سرعة الشحن بين هواوي بي 40 برو وجالكسي نوت 20 الترا وايفون 11 برو ماكس بالشواحن الأساسية اللي تيجي بعلبة الأجهزة. شاحن الهواوي بقوة 40 واط، وشاحن النوت بقوة 25 واط، وشاحن الايفون بقوة 18 واط. بعد نص ساعة الهواوي وصل 65% والنوت 58% والايفون 51%، وبعد 45 دقيقة وصل هواوي 88% وسامسونج 80% والايفون 71%. بعد ساعة وصل البي 40 برو 96% والنوت 95% والايفون 81%، والنوت 20 الترا صار فل بعد ساعة وعشر دقائق، وبعد ساعة وربع البي 40 برو صار فل، وايفون 11 برو ماكس 88%، وبعد ساعة ونص الايفون وصل 91%، وبعد ساعة و45 دقيقة وصل 93%، وبعد ساعتين وصل 94%، وبعد ساعتين وربع صار 95%، وصار فل أخيرا بعد ساعتين و26 دقيقة. وبالختام، إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك واشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد.